اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. برضو قبل اي حاجه بشكركم على الدعم المتواصل للقناه، شاكرين والله يا شباب. حلقه النهارده كده يا معلم عن قلب الدفاع المغربي رومان سايس، لاعب نادي ولفرهامبتون الانجليزي، وبرضو من وجهه نظري هو من اقوى المدافعين في الدوري الانجليزي. لعيب كده يا معلم عنده جرينتا عاليه قوي مش طبيعيه، والقوه الجسمانيه بتاعته يا معلم الله اكبر عليه بجد حاجه تفرق. دوري انجليزي بقى مش محتاجين نتكلم عليه كتير، وبرضو بيلعب مع منتخب المغرب. قلنا بقى كده لازم نعمل له حلقه في السريع، بس طبعا بقى بنبدا متنسوش تعمل لايك، يعني يا شباب عايزين بس نوصل الفيديو لحد 2000 لايك. وطبعا يا معلم متنسوش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يا معلم. يلا عم رومان سايس صاحب ال 31 عام، بيلعب ولفرهامبتون الانجليزي وبيلعب مع منتخب المغرب في كاس الامم الافريقيه. مدافع الله اكبر عليه، القوه الجسمانيه بتاعته قويه جدا، يعني لعيب قوي وعنده جرينت عاليه وفدائي. فده اللي هنشوفه مع بعض الفيديو. ما دام دخلت بقى على الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب شير، يعني ان شاء الله تستنى فيديوهات حلوه كتير الفتره اللي جايه. سايس طبعا اكتريت معظم الناس اللي بتلعب فانتازي بتشتريه، لان عامه بيجيب نقط كتير. ايام بقى ما كان مع السير مختار الكره الانجليزيه نونو سانتو يا ولد. القامه بتاعته الله اكبر عليه بجد طويل، اتحرك رجله في اخر ثانيه. لمسه تعالى يا معلم، راح فين يا صديقي؟ لا 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 قدام داني انجز. الجرينتا يا جدعان، الجرينتا اهم حاجه في المدافع. الجرينتا الروح، تعالى يا راشفورد. تعمل ايه يا راشفورد؟ تعمل ايه يا صديقي؟ عيني عليك يا سايس. قدام برضو داني انجز، قدام هاري كين. اي هو لابس رقم 27 مع المنتخب المغربي، هذا هو كابتن المنتخب المغربي. اوه ده الحق شايل الكره من الجون. لا 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 مستحيل شايلها من الجون. يا عيني على الروح القتاليه بتاعتك. شيل يا باشا. لا 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 دي اللي كانت صعبه دي. قدام تشيلسي قدام كل الفرق عادي. تعال يا معلم عاقل بيطلع صح وبيتوقع صح. يا جدعان دي ميزه في حلو قوي، التوقع صح، توقع قبل المهاجم. يا ولد مشكلة على فكرة، دايما قلت لكم قبل كده ان المدافع الاشول بيبقى عنده ازمة شوية ان هو يلعب رجلي اليمين، دي مشكلة. بس عيني بيتوقع صح. اوعى خالي ووكر ده. عيني احلى حاجه في توقع، بتوقع صح يا جدعان. ورايح يعني يبقى واخد باله من مركزه، هو واقف فين، واخد باله من المهاجم، الكره هتلاقي فين برضو. يا ولد مستحيل. نعم شوية اهداف
شويه اهداف شويه اهداف بالهيد وشوطات توتنهام. لا 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 يا رومان رومان سايس بتعمل ايه؟ يا جماعه بيتوقع صح، واقف صح، تمركزه صح، الله اكبر عليه. هو طويل يعني، الله اكبر، يعني مش عارف اقول ايه تاني، يعني طويل طويل طويل، هو طويل قوي يعني. يا ولد طب ده ليه ما يتخطفش في انديه كبيره؟ طيب نفسي افهم يعني، يعني مجدي بن عطيه الله يمسيه بخير يعني قبل ما يعتزل لعب في انديه كبيره عالميه كلها، لعب في يوفنتوس ولعب في بايرن ميونخ وكان جاي له قبل كده فرق حلوه يعني، لعب في انديه كبيره. مجدي بن عطيه ومجدي عامه كان من احسن مدافعين في العالم. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد الحق، هو هو اللي فتح سبرنت ده، الكره جت له لو العارضه، يا لو العارضه، سلام عليك، يا سلام على الارتقاء بتاعك، ويا سلام على رده فعلك يا دخيه. اوف 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 اوف، بيطلع حلو بدماغه يا جدعان، بيطلع حلو بدماغه قوي قوي. اوه لو عليك يا دخيه، يا لو يا دخيه، قدام تشيلسي قدام كل الناس الطويله في تشيلسي. يا عيني عليك، واقف وبتمركز صح، دي ميزه فيه حلوه قوي يا جدعان بجد، الله اكبر عليه، التمركز بتاعه عالمي عالمي. قدام جيرو، جيرو اصلا طوله 2 متر تقريبا. قدام ماني، يا سلام عليك يا دي بروين، قدام الافارقة عادي برضه يا جدعان. شوية باصات بقى كويسين، شوية لونج باص من بتوعه، يعني بيلعب برجليه حلو ومدافع قوي وطويل، بس سنه كبير، سنه 31 سنة يا جدعان. مهدي بن عطية يا جدعان الله أكبر عليه، كان وحش، كان وحش حرفيا. يا ولد يا ولد على التاكلينج، الجرينت يا جدعان والروح دي اهم حاجه في اللاعب، في المدافع بالذات. يا ولد على البلوك، محمد بلوك، بص في لحظتها في لحظتها حط رجليه. بيلعب رجليه حلو قوي يا ولد يا ولد يا ولد على الاسيست، لعيب كوره يا جدعان، هو لعيب كوره حريف. يا لهوي يا لهوي على العارضه، ده الجون ده اللي صعب قوي، الجون ده صعب قوي بجد، الجون ده صعب قوي قوي قوي، بص هو واجه بدماغه فين. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الارتقاء.
يعني الفيديو خلص تقريبا. شكرا شكرا لكم يا جماعه. بس بقى معلم كده في الحلقه خلصت. لو فيديو عجبك تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.